كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصوره الجديد ديالي هو واحد الشونسون اللي غادي تخرج ان شاء الله في خارجه دابا كاين لا شونسون موجوده غادي دابا كنوجدوا لها الكليب ديالها اللي غادي تسجل ان شاء الله في لو آه ان شاء الله في الصيف في لا رونتري ان شاء الله في سبتمبر غادي تخرج لا شونسون كنتمنى بكل قلبي باش تعجب الجمهور المغربي او خارج الديار المغربيه لان عاطيها كل شيء وماشي غادي غادي من بعد غادي تخرج هذا شونسون بعد ثلاث شهور او شهرين غادي نبدا نعطي لاطاك باش ما غير شونسون في العام جوج او ثلاثه او اربعه في العام ان شاء الله والجمهور ديالي تبارك الله عليكم كونوا متبعينا في سعيد موسكير في يوتيوب او فيسبوك سعيد موسكير في الانستغرام سعيد موسكير ان سعيد موسكير ام او اس وتبارك الله عليكم وتهلاو في راسكم راني كنحبكم بزاف تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد